السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم جميعا؟ إن شاء الله تكونوا كلياتكم بخير وصحة وسلامة، وإن شاء الله تكون دراستكم فل الفل، إن شاء الله كمان يكون هذا الشهر الفضيل مبارك عليكم يا رب. فاليوم إن شاء الله راح أكمل شرح محاضرات الأناتومي في المحاضرة رقم 14 اللي هي Muscles of Back of Forearm. فمبدئيا التكرار المعتاد، إذا الشخص قد يدرس هذه المحاضرة مش دارس اللاب أو درس المحاضرة اللي قبل، فيفضل يدرسهم لأنه في كثير أشياء بيعتمد على المحاضرة اللي قبل أو بيعتمد على اللاب كمان. أوكي. النقطة الثانية إنه هذه اليوم المحاضرة رقم 14 ومادة المد نزلت، واللي هي راح تكون في أول 15 محاضرة، يعني آخر محاضرات مادة المد هي محاضرة اليوم ومحاضرة بكرة، لأنه هذه المحاضرة راح تنزل يوم الأربعاء، يعني محاضرة الثلاثاء بس راح تنزل الأربعاء، محاضرة يوم الخميس اللي هو بكرة إن شاء الله. فهذول آخر محاضرات في مادة المد. طبعا إحنا هيك راح نكون مخلصين الأبر لمب، لا بكون ضايل 3 محاضرات للأبر لمب مفروض نأخذهم الأسبوع القادم بس مش داخلين في المد، بما إنهم أبر لمب وتكمل للموضوع بنحكي فيه، فراح أكمل شرحهم إن شاء الله، بس راح ينزل شرحهم خلال فترة الامتحانات أو بعد الامتحانات. المهم يعني مش راح ينزل الفترة الحالية لأنه ما راح تحتاجوا، ما إنه مش داخل في مادة المد فما راح تحتاجوا غير من هان لبعد الامتحانات لحد ما تبلش تدرسوا، فانه اتوقع متى ما نزل عادي يعني. والنقطة الثانية بالنسبة للور لمب، فمش اكيد انه اشرحه، يعني ممكن انه اجي اوقف اخر اشي عند الابر لمب اللي هو مثل ما قلت في البداية لما بلشت شرح، لانه حسب توفر الوقت، اذا كان الوقت موجود فان شاء الله راح اكمل لور، ما كان الوقت موجود فان شاء الله اكون فدناكم في الابر لمب. والله يوفقكم يا رب، ولا تنسونا مصالح دعائكم في هذا الشهر الفضيل، ولا تنسونا كمان تدعوا لبعض وندعوا لبعض، والله يوفقنا ويوفقكم يا رب لكل ما فيه خير للبلاد وللعباد. نقول بسم الله ونبلش محاضرة اليوم. طبعا محاضرة اليوم الدكتورة ما خلصت شرحها، واعتقد هي بس شرحت جزء واحد، فاليوم راح نحكي عن الباك اوف فور ار. اوكي بس خلينا نعدل هنا، اي ثينك هيك جميل. اوكي راح نحكي عن الباك اوف فور ار. المره الماضيه حكينا عن ايش؟ عن الفرونت اوف فور ار، اليوم لا عن الباك. هسه قلنا الفرونت اوف فور ار ما سميناهم فليكسورز، طب الباك ايش بنسميهم؟ بنسميهم اكستنسورز. تمام حكينا هذه المعلومات كلياتها. طيب هسه بالنسبه لهذول الاكستنسورز او اللي هم الباك اوف فور ار، راح ينقسموا تو جروبس از فليكسورز. فليكسورز was classified into superficial and deep group. هذا بالنسبة للفليكسورز. طب الاكستنسورز كمان نفس الاشي، راح يصير لهم classification عشان يصيروا superficial و deep group حسب وين العضلة موجودة. هل تعتبر هي superficial فراح تفوت على superficial group، هل هي deep فتفوت على deep group. فالفليكسورز نفس تقسيمة فالاكستنسورز نفس تقسيمة الفليكسورز من ناحية superficial والديب، بس قلنا الفليكسورز لأنهم في الأمام سميناهم فليكسورز بسوي فليكشن للريست للإلبو للفينجرز، أما الإكستنسورز هم موجودين في الباك أوف فور آر بسوي إكستنشن للفينجرز للإلبو، وحتى إكستنشن للفينجر وللريست وممكن للإلبو بس مش أكيد، وممكن بعضهم أو يعني قلة قليلة منهم تسوي إكستنشن للإلبو. anyway فهذول الاكستنسورز راح ينقسموا لسوبرفيشال وديب جروب. السوبرفيشال عدد المصل السبعات وسبعة، والديب جروب عدد المصل السبعات وخمسة. الدكتورة شرحت I think بس السوبرفيشال جروب، فاحنا مبدئيا راح نشرح السوبرفيشال ونشوف اذا ظل وقت راح نكمل الديب. شفنا المحاضرة صارت كثير طويلة، ناخذ الديب في الجزء القادم عادي يعني مش مشكلة، بس انه حسب الوقت عشان المحاضرة مثلا تكون طولها ساعتين تو ماتش هيك من دي يدرس. فانيوي نبلش في السوبرفيشال جروب. السوبرفيشال جروب هم عددهم كم؟ عددهم سبعة، خمسة منهم فيهم كلمة اكستنسور واثنين منهم عن جايات حالات شاذة. هذول الحالات الشاذة هم اول واخر وحدة، لانه اول وحدة ايش اسمها؟ اسمها بريكيوراديالس. حلو بريكيوراديالس هذه اي ثينك كمان يعني سمعتوا فيها في محاضرة الالبو والكيوبيتال فوسا اي ثينك يعني مش متأكد. anyway بس اللي هي اول مصل اللي هي البريكيو راديالس. حلو المصل الثانية الاولى ايش كان فيها؟ كلمة راديالس. احنا طبعا هسه راح نبلش من اللاترال، طبعا احنا هسه راح نبلش from lateral to medial، فهي اول واحدة اللي هي البريكيو راديالس. عندك الثانية ايش هي الثانية؟ هي الرقم اثنين كمان راح تكون على جهة الراديوس،
هذه طبعا بريك الرادياليس ناجهة الرادياليس لاترال، والثانية ناجهة الرادياليس اللي هيك اسمها اكستنسور كاربي رادياليس لونجس. كان في فليكسور كاربي رادياليس اخذناها في المحاضرة الماضية، هسه في اكستنسور كاربي رادياليس ولونجس، لانه في وحدة ثانية مثلها بتشبهها بس بتكون بريفس، بتكون قصيرة. اكستنسور كاربي رادياليس بريفس رقم 3. الاكستنسور كاربي رادياليس في منها لونجس وفي منها بريفس. اللونجس تجي اطول من البريفس، بريفس معناها قصير، لونجس معناها طويل، بس هذه الفكرة. في عندك كمان اكستنسور ديجيتورم زي الفليكسور ديجيتورم، ها نفس الشيء اكستنسور ديجيتورم عشان تسوي اكستنشن للفينجرز. في عندك اكستنسور ديجيتي مينيماي اللي هي مصل اللي راح تسوي اكستنشن للاصبع الصغير اللي هو انه زي المينيمم ديجيت، مو هيك حاسبينها يعني اوكي، انه الاصبع الصغير اللي هو ليتل فينجر. عندك بعدين المصل نمبر 6 اللي هي اكستنسور كاربي النارس، ما في منها لونجس وبريفس زي الرادياليس، لا للنارس بس وحده اكستنسور كاربي الرادياليس، واخر وحده واللي هي most muscle medial of the superficial group of muscles of back of forearm واللي هي الانكونياس، تمام؟ الا وهي الانكونياس. فهذول هم السيفن muscles تبعات superficial group brachioradialis extensor carpiradialis longus، بعدين البريفس، بعدين extensor digitorum، بعدين extensor digiti minimi، بعدين الكاربي النارس او الاكستنسور كاربي النارس، بعدين الانكونياس. ممكن كحفظ على الترتيب شوي عادي يعني، الموضوع مش واو، بس هسه كمان بس تعرف الاورجن والانسيرشن راح يصير عادي جدا انكم تحفظوهم. طيب الديب جروب خلينا ناخذهم بس كاسماء بعدين انه اذا كان في وقت راح نتكلم عنهم. فاول مسل الا وهي السوباينيتور، كثير حكينا انه في مسل بتسوي سوباينيشن اسمه سوباينيتور، تمام؟ فكثير كنا نحكي عن هذه المسل تحتر من ديب جروب تبعت الباك اوف فور ارم، ومنطقيا ما انه العضلة اللي بتسوي بروناشن موجودة في الفرونت اوف فور ارم، فالبتسوي سوباينيشن تكون في الباك. اوكي اوكي. طيب بعدين عندك 3 ماسلز للثمب، تمام؟ في هسه 3 ماسلز ناخذهم راح يروح يشتغلوا كلياتهم على الثمب. اول واحدة راح تسوي ابدكشن للثمب، الثانية راح تسوي اكستنشن، والثالثة راح تساعد في عملية الاكستنشن، تمام؟ عندك اول اشي اللي بتروح تسوي ابدكشن، بينها تسوي ابدكشن فسميها على اسم الاكشن اللي تسويه، سميناها ابدكتور. لمين تسوي هذا الابدكشن؟ للثمب. ايش معنى الثمب؟ اللي هي بولشز، حلو؟ لونجس، لانه في منها واحدة ثانية اسمها ابدكتور بولشز بريفس، تمام؟ بس هذا اللونجس بتكون اطول من البريفس. في ادين في عنا تو، قلنا في تو ماسلز، واحدة راح تسوي اكستنشن والثانية راح تساعد في عملية الاكستنشن. اللي راح تسوي الاكستنشن واللي هي الاكستنسور بولشز لونجس، واللي راح تساعد في الاكستنشن يعني برضه هي راح تسوي اكستنشن بس مش زي اللونجس يعني، واللي هي الاكستنسور بولشز بريفس، لانه اللونجس اطول فراح تصل لاخر الثمب فراح تسوي اكستنشن كامل للثمب، بينما البريفس مش راح تسوي اكستنشن كامل للثمب لانها ما راح تصل لاخر الثمب، بتسوي انسيرشن في اخر الثمب. بعدين في عندنا مسل راح تروح على اصبع اللي هو السبابه وتسوي فيه كمان اكستنشن واللي هي الاكستنسور انديشز. طبعا انا قاعد بلفظ لفظ الاصابع حسب لفظة حتى الدكاتره، فان شاء الله يكون لفظ صحيح. فاللي هي الاكستنسور انديشز راح تروح تسوي اكستنشن للي هو اصبع السبابه اللي هو ذس فينجر. الديب جروب اللي هم السوباينيتور، ابدكتور بولشز لونجس، الاكستنسور بولشز بريفس، واكستنسور بولشز لونجس، والاكستنسور انديشز. فانت الديب جروب قسمهم واحد سوباينيتور وواحد اذا تروح للسبابه فاكستنسور انديشز، بعدين 3 للثمب، وقسمهم لابدكتور بولشز لونجس والاكستنسور بولشز لونجس اند بريفس. فهذول السوبرفيشال والديب جروب اوف ذا باك اوف فور ارم، فان شاء الله يكون يعني سهلات. طبعا هنا بالنسبه للاورجن تبع الديب جروب فهذا خليه لبعدين لانه راح ينعاد بعدين حرفي، فما بهم. طيب خلينا نبلش اول مصل من السوبرفيشال جروب الا وهي البريكيو رادياليس اللي حكينا، واللي هي موست وان اللي حكينا هي راح تكون ذا موست لاترال اوف ذا باك اوف فور ار، او اللي هو اوف ذا سوبرفيشال جروب اوف باك اوف فور ار هي الموست لاترال، حلو؟ الا وهي ايش؟ البريكيو رادياليس. طيب خلينا نحط هنا موست لاترال، تمام؟ اول شيء بالنسبه للاورجن عندك في اشي في الهيومرس اسمه كان السوبرا كوندايلر، تمام؟ كان وين كان في الهيومرس السوبرا كوندايلر؟ كان موجود منه واحدة ميديال وواحدة لاترال، احنا بدنا اللاترال لانه انا قاعد بحكي بقولك عن مصل the most one lateral او الموست لاترال، فاكيد انا راح اخذ السوبرا كوندايلر رج اللاترال، مش راح اروح على الميديال واقول لك والله لفت كل هاللفة عشان تصير اللاترال، لا هي طلعت من اللاترال سوبرا كوندايلر رج، بس السوبرا كوندايلر رج يعني طلعت منها كلها ولا منين بالضبط طلعت؟ لا مش منها كلها. طبعا عندك فيها انا سوبروكوندايلر ريدج خلينا نقسمها مثل هيك يعني تقريبا، حلو، نقسمها ل 3 ثيردز، عندك هي الاول هي الثاني هي الثالث، حلو، هي منين طلعت بالضبط؟ اعطيني الاخضر
طلعت من الأبر 2/3 of the lateral supracondylar ridge، أي من هنا بالضبط. يعني لو أنا supracondylar أو lateral supracondylar ridge عندي مثل هيك، في طلعت من هذه المنطقة الخضراء اللي هي الأبر 2/3، باقي ال supracondylar ridge اللي هي lower 1/3 ما طلعت منه، تمام؟ فطلعت من upper 2/3 لأنه في مسل أخرى راح تطلع أصلا من lower 1/3، راح نحكي عنها. يعني الأرجم من upper 2/3 من lateral supracondylar ridge من الهيومر. هذا بالنسبة للبريكوروديالس إيش الأرجم تبعهم؟ وقلنا ليش هي lateral supracondylar ridge؟ لأنه هذه المسل هي المسل lateral، فأكيد تطلع من lateral supracondylar ridge، مش راح تطلع من الميديال وبعدين تلف زي هيك، لا. طلعت من لترال وتكمل على الطبيعي عشان تكون المص لترال. طيب الانسيرشن اكيد تسوي انسيرشن كمان في مكان يكون لترال كثير. طيب اوكي، شو مكان لترال كثير؟ اول اشي تروح تسوي انسيرشن هي وين؟ في الفور ار، تمام. ايش اكثر بون في الفور ار؟ الراديوس، تمام. ما انسيرشن تبعها في الراديوس. ايش في اجزاء من الراديوس كثير لترال؟ بقول بتذكر ايش اخذته انا في اللاب، كان ايش اسمه، في بكون اللور اند من الراديوس كان بكون كثير لترال، كان اسمه الستايلويد بروسس. كان هذا الستايلويد بروسس كان جزء من الراديوس، من اللور اند تبعت الراديوس، وكان يكون كثير لترال. طب خلص عليك نور، راح تسوي انسيرشن في هذا الستايلويد بروسس، انها تشوفه طلعت من مكان كثير لترال وراحت سويت انسيرشن في مكان كثير لترال، فلهيك صارت هذه المسل هي المسل لترال. بس هذه فكرتها. فوين سويت انسيرشن؟ في البيس تبعت الستايلويد بروسس تبعت الراديوس. قلنا نروح تسوي انسيرشن في الراديوس، الراديوس لترال. ايش في جزء من الراديوس كلنا لترال واللي هي ستايلويد بروسس؟ حلو، تسوي انسيرشن مع الستايلويد بروسس. وين في الستايلويد بروسس بالضبط؟ في البيس تبعت الستايلويد بروسس. هذه كلمة بيس دائما ناخذها، انه البيس اوف ميتاكاربال بون، بيس اوف فرنجيز، بيس اوف مش عارف ايش، فكلمة بيس يعني عادي مش اشي جديد. طيب اوكي، النيرف سبلاي. والله النيرف سبلاي يعني هي مش كلنا لترال، وفي نيرف معروف دائما بكون في الفورار مع جهة اللترال اللي هو الراديال نيرف، على اسم الراديوس اللي بتكون لترال، فراديال نيرف بس، او احفظها راديالس راديال نيرف. So easy. الاكشن، شوف الاكشن تبعها غريب، راح تسوي فليكشن. بس فليكشن متى؟ يعني هنا الفكرة، راح تسوي فليكشن بس فليكشن متى؟ هل انه فليكشن عادي يعني زيه زي اي فليكشن؟ لا، بقولك راح تسوي فليكشن للإلبو في خلال وضعية واحدة واللي هي اثناء الميد برون بوزيشن. ايش يعني ميد برون بوزيشن؟ هسا انا عندي برونيشن، تمام، وعندي سوباينيشن. طيب يعني ايدي يا اما يكون البالم اوف ذا هاند يا اما يكون لفوق وانا هيك بسوي سوباينيشن، او لتحت وانا هيك بسوي برونيشن. طب كان لو كان البالم اوف هاند تبعتي كان لليسار او لليمين، يعني انا لم سوي برونيشن ولم سوي سوباينيشن، مسوي الحركة اللي بيناتهم بين البرونيشن والسوباينيشن، تمام. يعني يكون باطن يدي يا اما رايح باتجاه اليمين او باتجاه اليسار، كون انا مسوي بين السوباينيشن والبرونيشن، مش مسوي لا برونيشن ولا سوباينيشن، مسوي بيناتهم بالنص بينات. هذه الوضعيه اسمها ميد برون بوزيشن. اثناء هذه الوضعيه لما انا اسوي فليكشن للالبو راح تجي البريكوراديالس هي اللي تتدخل وتسوي الفليكشن تبعي. باقي المصل تبعات الالبو اللي كانت بتسوي فليكشن كانت تسوي فليكشن اثناء البرونيشن والسوباينيشن بس، يا اما اثناء برونيشن او اثناء سوباينيشن. اما اثناء الميد برون بوزيشن انه لا برونيشن ولا سوباينيشن، الوضعية اللي بيناتهم بين البرونيشن والسوباينيشن، جربوا انه سووا ايدكم عشان تفهموها، بين البرونيشن والسوباينيشن تيجي البريكوردياليس هي اللي بتسوي فليكشن في هذه الحالة. طب بتقولي اكستن، تحسب اكستنسور مسل او موجود في الباك اوف فور ار وبتسوي فليكشن، انه كيف يعني كيف زبطت؟ هي لانها طالعة من الباك اوف فور ار، بس اغلب المسل موجود في الفرونت اوف فور ار. كمسل هي كمسل، انا نمسح، لا ليش هيك اصلا، هي كمسل طالعة من الباك اوف فور ار، من ورا مش مبين مكان، يعني لورا شوي طالعة، تمام. بس المسل اغلبها شوفها هي اغلبها في الفرونت اوف فور ار، اغلبها موجود في الفرونت اوف فور ار، بس هي طالعة من وين؟ طالعة من الباك اوف فور ار. لانه مثلا هاي الصورة هذه شوفوا اللي هي كانت رقم واحد، هذه اللي كانت المسل قاعدين نحكي عنها واللي هي ايش؟ واللي هي الرقم واحد. شوفوا كيف يعني بينه انه كثير صغيرة لانه اغلبها في الفرونت اوف فور ار موجود، بس هي منين طالعة؟ طالعة من الباك اوف فور ار، طلع من ورا، فليك تحسب على المسل اوف باك اوف فور ار، انه حسب من وين طالع المسل احنا بنطل. فخلينا نشوف البريكيو راديالس. طبعا تخيلوا اليوم بعد ما حضرت اليوم انتوا هيك راح تخلصوا كل المسل تبعات هيك الار والفور ار، طلع عليكم بس ايش مسلز وحيدات اللي تبعات الهاند، خلص جد ما ضل اشي يعني. ف الله يعطيكم الف عافيه ان شاء الله يا رب. طيب هاي تبعات اللي هم الباك اوف فور ارم، راح نبلش من هذه المسلز واللي هي البريكوراديال. شوفوا يعني جاي وين موجوده، هي انت بتقول مبينه من ورا، تمام مبينه، بس شوف اغلبها وين؟
أغلبها في الفرونت أوف فور آرم، أغلبها فمن ورا بس جزء صغير منها، بينما أغلبها في الفرونت أوف فور آرم، لهيك هي راح تسوي فليكشن. anyway هنشوف كيف قليل الجزء اللي منها اللي ورا، غالبيتها موجودة في في الفرونت أوف فور آرم، بس هي طالعة من الباك أوف فور آرم. طيب anyway هنشوف الأورجن تبعها، عندنا الهيومرس، عندنا هذه المنطقة اللي هي لترال سوبرافنتايلر ريدج، وهذه المنطقة اللي هي الميديال سوبرافنتايلر ريدج. حلو، إجت هي طلعت من لترال سوبرافنتايلر ريدج عشان تروح تسوي انسيرشن مكان لترال، وتصير هي لمست لترال مسل اوف ذا باك اوف فور ار، او لو اوف سوبرفيشال جروب اوف باك اوف فور ار. طيب قلنا وش طلعت من لترال سوبرافنتايلر ريدج، من هو بالضبط؟ من الابر تو ثيرد، لانه اللور ثيرد راح يطلع منه مسل اخرى، قلنا طلعت من الابر تو ثيرد. اوكي، وين سويت انسيرشن؟ قلنا تروح على المسل اللي تكون ايش، هذه المسل تكون لترال، فراحت على الراديوس، راحت على الراديوس، في جزء من الراديوس هنا في اللور اند هو بكون لترال، واللي هو ايش، واللي هو بروسيس اسمه ستايلويد بروسيس، فراحت على البيز تبعته على قاعدته اعتبرت الستايلويد بروسيس، سوت فيه انسيرشن. حلو، النيرف سبلاي ايش اسمه، بريكوراديالس، فالراديال نيرف هو النيرف سبلاي او تبعها او اللي بيعطيها انرفيشن. اجت تسوي فليكشن، بس كتاب تسوي فليكشن، ان شاء الله يكونوا حاطين ميد بروم بوزيشن عشان تبين صح يعني وما تبين غلط. للاسف انه يعني ما كانوا موضحينها صحيح، بس في هذه الوضعيه الايد ايش مسوي، البالم اوف ذا هاند لفوق، فايش يعني، يعني هيك احنا مسويين سوباينيشن، واذا كان البالم اوف ذا هاند لتحت فاحنا مسويين بروناشن. هي راح تسوي فليكشن تمام، بس مش اثناء البروناشن ولا اثناء السوباينيشن، اثناء الميد بروم بوزيشن. ميد بروم بوزيشن يعني هي الوضعيه التي بين البروناشن والسوباينيشن، تكون بيناتهم، يعني يكون البالم اوف ذا هاند لليمين او لليسار، مش لفوق وتحت، لا لليمين او لليسار عادي ما بتفرق، هذا هو الميد بروم بوزيشن. فتسوي فليكشن زي اي مصل اخرى يعني، بس انه اثناء هذا البوزيشن، فانتبهوا يعني اثناء اللي هي الميد بروم بوزيشن. طبعا في نقطة ذكرتها الآن، اللي أنا حكيت المرة الماضية عن الانتر أوسيس ممبرين، إنه هو بيمتص الضربات اللي بتكون في الريست، بيمتصها وبوصلها للإلبو، فلا أنا خربطت، هو بيمتصها عشان ما يوصلها للإلبو، فانتبهوا لهذه النقطة اللي كانت في محاضرة الانتر أوسيس ممبرين، اللي هي المحاضرة الماضية يعني لما كنا بنحكي عن الميدل راديو ألنر جوينت، فهو بيمتص الضربات عشان ما تصل للإلبو، بس هذه الفكرة تبعته كانت إنه يمتص الضربات عشان ما تصل للإلبو. أنا حكيت إنه بتصل للقلبه. anyway هسه نتكلم عن اللي هو الإكستنسور كاربي رادياليس، بس إيش لونجس. راح تقولي هذا المسل كيف شكلها هان، ليش شكل، بس الكلام كثير بمزح اليوم أو ليك فترة كثير قاعد بمزح. تقولي ليش المسل هانا، أنت قلت لي هيك لترال، هيك لترال، ليش هسه هادي هيك فجأة نطينا على الميديال؟ لا ما نطينا على الميديال، إحنا هانا هذه هيك قلنا لترال صح، هذا لانه انا قاعد بطل من وين، قاعد بطل من الفرونت اوف فور ارم، وقاعد بطل على الفرونت اوف فور ارم، فلهيك انا هيك لاترال وهيك ايش وهيك ميديال، بينما من هنا صار هذا الجزء لاترال وهذا ميديال، ليش هيك فجأة انقلب؟ لانه قاعد بطل على الباك اوف فور ارم، قاعد بطل على الباك، ف راح يصير في انقلاب في اللاترال والميديال. anyway ايش مصل دا اشوفها، راح اشوف مصل اسمه اكستنسور كاربي رادياليس، واللي ثاني واحدة لترال. طب اي واحدة فيهم راح تشوف اللونجس ولا البريفس؟ لا راح اشوف وش اللونجس بعدين اشوف البريفس تمام. طيب نشوف ايش اللونجس، من وين طالعة هذا الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس؟ طيب ثواني هنا نرسم رسمة صغيرة راح توضح كثير اشياء. لا شو اللي قاعد بصير، مش عارف شو اللي قاعد بصير، اتأكد طبعا مش عارف شو صار، فجأة الايباد طفى وفجأة كل اشي هيك انقلب مش عارف شو صار. anyway كنت قاعد بأرسم إيش في هذا الجزء، انقسمه هيك 3/3، ولو قلنا هذا هو اللترال سوبرافنتايلر ريدج، قلنا الأبر 2/3 راح يطلع منهم إيش، راح يطلع منهم البريكوراديالس، من وين، من الأبر 2/3، هاي الأبر 2/3 هاي من هان طلعت البريكوراديالس. الإكستنسور كاربي راديالس لونجس راح تطلع من اللور 3/3 أوف سوبرافنتايلر أو لاترال سوبراكوندايلر ريدج، فعندك هذول التو أو هذول ال أبر تو ثيرد طلع منهم إيش، طلع منهم بريكوراديالس، أما من لور ثيرد طلع منهم اللي هو الإكستنسور كاربوراديالس لونجس. حلو، فعندك سوبراكوندا أو لاترال سوبراكوندايلر ريدج قسمها لأبر تو ثيرد،
طلعوا منها مصل، واللور ثيرد طلعوا منها مصل آخر. فبس هات أنا كمان يجي نغطي الإشي اللي حكيناه. طيب الانسيرشن، ما راح تجي تسوي انسيرشن؟ فبدي يعني أسا كل المصلز راح نحكيهم راح يجي يروح ويظل يسوي انسيرشن في اللي هو الباك أوف فور آر أو الباك أوف هاند اللي هو دورسال أو دورسوم أوف ذا هاند أو يعني يسووا تطلعوا من مكان من الباك ويروح يسوي انسيرشن في الباك باختصار. تمام. طيب الانسيرشن راح تيجي تقول لك هذه الاكسنسور كاربر راديالس لونجس، شوف انا وين مستواي تقريبا عند السكند فينجر. حلو، مستواي عند السكند فينجر اللي هو السبابه، انا مستواي تقريبا عنده، فراح اروح اسوي انسيرشن عنده باختصار. قلنا وين عنده بالضبط، بدك تسوي في الفلنجيس، في الميتاكاربل او في واحده من الكاربل بونز؟ قالت لا راح اسوي في الميتاكاربل بون، يعني وين راح تسوي؟ في السكند ميتاكاربل بون. حلو، راح تسوي في السكند ميتاكاربل بون. وين بالضبط في السكند ميتاكاربل بون؟ خلينا نمسح هذه الاشياء. اكيد مبدئيا راح تسوي في البيس اوف سكند اوف او بيس اوف سكند ميتاكاربل بون. نقول دائما ميتاكاربل بون حط معهم كلمه بيس، فراح تسوي يعني انسيرشن في البيس اوف سكند ميتاكاربل بون. طب هسه راح تسوي انسيرشن في هذا البيس تبع السكند ميتاكاربل بون في اي سيرفيس؟ في الانتيريور سيرفيس ولا في البوستيريور سيرفيس؟ انا عن ايش بحكي؟ عن باك اوف فور ار، قلنا المصل بتطلع من باك وراح تسوي انسيرشن في الباك، فراح اكيد راح تكون السيرفيس تبعها هو البوستيريور سيرفيس، راح تسوي انسيرشن في البوستيريور سيرفيس اوف بيس اوف سكند ميتاكاربل بون. بس هذه فكره الانسيرشن تبعتها. انت بس عارف انه الاكستنسور كارب الرادياليس مستواها على مستوى اللي هو السبابه، فراح تسوي معناته انسيرشن في سبيس اوف سكند ميتاكاربل بون. هذا اول نقطه. النقطه الثانيه، في اي سيرفيس انتيريور بوستيريور، هذه باك مصل تحسب على الباك اوف فوران، فراح تسوي انسيرشن في البوستيريور سيرفيس اوف بيس اوف سكند ميتاكاربل بون. طب بس المصل ايش فيها كلمه رادياليس؟ ما تروح تاخذ من الراديال نيرف او الراديال نيرف، فخلص احفظها مثل هيك عادي يعني ما في اي شيء. طيب اوكي، اشرح الاكشنز تسوي هذا المصل. اول شيء اكستنشن، اكستنشن لايش؟ للريست، مره تنفوق الريست، هي مره تنفوق الالبو بس مش راح تسوي اي اشي على الالبو، بس على الريست. حلو، اكستنشن للريست. راح تسوي ايش ثاني للريست؟ انه اثناء ما تجي تسحب الريست راح تجي ايش تسحب الريست في هذه الحركه، هذه الحركه للريست ايش هي؟ عندك احنا ايش قلنا؟ هيك لاترال هيك ميديال، فانت انك تودي الريست للجهه اللاترال ايش بنسميها؟ بنسميها اللي هي abduction of wrist، فراح تسوي يعني extension و abduction للريست. بس هذا بالنسبة كل اشي extensor carpi radialis longus. لو حبينا نشوفها راح نجي نفتح لورا، قلنا هاي المصل الاولى اللي هي brachial radialis، اللي بعدها مباشرة extensor carpi radialis longus، قلنا من طالع من اللور ثيرد تبع سوبرا تبع اللاترال سوبرا كنت طالع للرج تبعت له يمرس، لانه الابر تو ثيرد كان طالع منهم brachial radialis. وين راح تسوي insertion؟ قلنا هي مستواها على مستوى فينجر اللي هو ايش كان اسمه، واللي هو كان اسمه ال السبابه. وين راح تسوي انسيرشن؟ قلنا ولي هذا المصل مستواها على مستوى فينجر واللي هو السبابه. تمام، ف راح تروح عند اللي هو اصبع السبابه راح تسوي انسيرشن، بس وين بالضبط في هذا السبابه؟ عند البيس تبعت السكند ميتاكاربل بون تبعته، يعني في الميتاكاربل بون، فراح تروح على البيس تبعت السكند ميتاكاربل بون. طبعا اي سيرفيس الانتيريور هنا يعني ولا البوستيريور؟ لا، ما هي هذا المصل وتكون في الباك اوف فور ارم ده تسوي اكستنشن، فاكيد راح تروح تسوي انسيرشن في البوستيريور سيرفيس تبع البيس اوف سكند ميتاكاربل بون. نيرف سبلاي قلنا الراديال نيرف، واخر شيء الموشنز او الاكشنز تبعتها قلنا اول شيء راح تسوي اللي هي اكستنشن للريست. هذا الشيء الصراحه نجي نشوفه، هي انت هيك عندك هي الفليكشن، هسه نبلش نسوي ايش؟ الاكستنشن. هي الاكستنشن، شوف كيف هسه المصل راح تجي تقصر، المصل بصير لونها اصفر بحكي عنها، بعدين بتقدر تسوي هايبر اكستنشن كمان ترجع الريست لورا. حلو، وعندك كمان هسه الابدكشن، راح تسوي كمان ابدكشن للريست. فخلينا نجي نشوف، نجي وخلينا نطل من وراء، اتوقع يمكن يكون افضل. طيب تمام، ايباد ما يطفي. طيب هي الريست هيك طبيعي، شوف هسه راح تقصر، هي سوت لك الابدكشن، فهي قاعده بتسوي اللي هو الابدكشن. تمام، فهذا كل شيء عن اللي هو اكستنسور كاربر راديالس
لونجس. خلينا ننتقل لوحدة بتشبهها واللي هي اسمها الاكستنسور كاربي رادياليس، لكن ايش؟ بريفس، قصيرة بتكون اقصر من اللونجس، اسمها بريفس. من وين الاورجن تبعهم؟ من ايش اسمه؟ الكومون اكستنسور اورجن. اوه حلو 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 حلو. في الفرونت اوف فور ار كان في اورجن مشهور كان اسمه الكومون فليكسور اورجن، واللي هو كان الفرونت اوف ميديال ابيكوندايل. حلو. طيب هسه الكومون اكستنسور اورجن ايش هو؟ ايش هذا الاورجن؟ يعني انا فهمت من اسمه انه هذا الاورجن راح يطلع منه كثير عضلات، وهو اغلب عضلات اللي بتسوي اكستنشن للفور ارم يعني للريست راح تكون طالعه من هذا الاورجن. بس ايش اسمه؟ هو ايش اسمه الفعلي؟ هو اسمه، واللي هو اسمه الفرونت اوف لاترال ابيكوندايل اوف ذا هيومرس. يعني الفرونت اوف ميديال ابيكوندايل كانت هي الكومون فليكسور اوريجن، والفرونت اوف لاترال ابيكوندايل كانت هي الكومون اكستنسور اوريجن. بس هذه الفكره كلياتها. بميز انه الفرونت اوف ميديال ابيكوندايل هي كومون فليكسور اوريجن، والفرونت اوف لاترال ابيكوندايل هي الكومون اكستنسور اوريجن، واللي راح تطلع منه هذه العضله وعضلات اخرى كمان غيرها. فالبريفس راح تطلع من كومون اكستنسور اوريجن واللي هي فرونت اوف لاترال ابيكوندايل. طب الانسيرشن، قالت شوف انا اختي واللي هي اللونجس وين سوت انسيرشن؟ سوت انسيرشن في السكند او البيس تبعت السكند ميتاكاربال بون. انا راح اسوي مثلها بالضبط، لكن وش في الثيرد فينجر او الثيرد ميتاكاربال بون. قلنا كيف يعني؟ قالت مش هي سوت في البيس اوف سكند ميتاكاربال بون؟ قلنا قالت طبعا تسوي في البيس اوف ثيرد ميتاكاربال بون. قلنا اوكي. قالت مش هي سوت في البستيريو سيرفيس؟ قلنا قالت طبعا راح اسوي في البستيريو سيرفيس. صف الانسرشن تبع الاكستنسور كاربي رادياليس بريفس انه هو البستيريو سيرفيس تبع البيس تبع الثيرد ميتاكاربال بون، يعني نفس اللونجس، بس اللونجس كانت في السكند ميتاكاربال بون، البريفس في الثيرد ميتاكاربال بون. بس هذه النقطة الفرق بيناتهم، ولا كإنسيرشن هم حرفيا نفس الشيء. بستيريو سيرفيس اوف بيس اوف ثيرد ميتاكاربال بون، اللونجس كانت بستيريو سيرفيس اوف بيس اوف سكند ميتاكاربال بون. اوكي. طيب هسه في عندنا نيرف ثاني راح نبلش ناخذه. احنا في محاضرة الماضية كان في نيرف اسمه اللي هو الانتيريور انتر اوسيس نيرف، كان يعطي بعض المسلز. هسه الانتيريور انتر اوسيس نيرف لانه هو موجود في الفرونت اوف فور ارم، هسه في عندك في الباك اوف فور ارم كمان في نيرف مش بالانتيريور انتر اوسيس نيرف، بس لانه موجود في الباك فاسمه كان بوستيريور انتر اوسيس نيرف. احدى المسلز راح يعطيهم هذا البوستيريور انتر اوسيس نيرف هو الاكستنسور كاربي رادياليس بريفس، اللي راح نتكلم عنه انتر اوسيس نيرف او البوستيريور انتر اوسيس نيرف ومنين طلع وايش اصله، ومبدئيا راح نتكلم عن اصله بالتفصيل. كمان في محاضرات راح تكون بس تتكلم عن النيرف ومنين طلعت وايش سوت. فهذا المحاضرات لمتابعه الاسبوع السادس ان شاء الله. طبعا الاكستنسور كاربي رادياليس بريفس يعني اكيد راح تكون وظائفها نفس اللونجس بالضبط، منطقيا 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 راح تكون وظائفها نفس اللونجس بالضبط. راح تسوي لك اكستنشن للريست، عفوا الكلام طفى، راح تسوي لك اكستنشن للريست وراح تسوي لك ابدكشن للريست، لانه انت بس تسحب العضله مثل هيك لفوق، هاي راح ترفع اللي هو الريست لفوق، فانت هيك سويت الاكستنشن، وبرضه راح تحرك الريست بهذا الاتجاه، انت هيك سويت كمان اللي هو الابدكشن. فاض بالنسبة الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس. ترى المسلز اوكي ممكن هم كثار 7 مسلز، بس ما فيهم كلام. يعني انت يمكن ملاحظين هذا الاشي المسلز، عفوا انا اختار المسلز ما فيهم الكلام ابدا ابدا ابدا، فهذا الحلو فيهم. طيب anyway عندك هنا الميديال ابيكوندايل وهنا اللاترال ابيكوندايل. ففي في جزء في الهيومرس كان اللي هو الكومون فليكسور اورجن اللي الفرونت اوف ميديال ابيكوندايل، وفي جزء ثاني من الهيومرس هو الكومون اكستنسور اورجن واللي هو ايش؟ اللي هو الفرونت اوف لاترال ابيكوندايل، واللي احد المسلز طلعت منه هي الاكستنسور كاربي رادياليس بريفس. وان قلنا تسوي انسيرشن راح تظلها نازله، راح تسوي نفس الانسيرشن تبع اللونجس لكن في الثيرد ميتاكاربال بون، عشان هيك راح تسوي في البوستيريو سيرفيس تبعد في البيس اوف ثيرد ميتاكاربال بون. حلو. والنيرف سبلاي قلنا هسه في نيرف جديد دخل على الساحه واللي هو البوستيريور انتر اوسيس نيرف، وراح يعطي كمان مسلز اخريات راح نتكلم عنهم بعدين. وبالنسبه لاخر شيء اللي هو الموشنز، فاكيد نفس الاكستنسور كاربي رادياليس لونجس راح يسوي اكيد منطقيا يعني. فايش راح اسوي عندك؟ اول اشي هاي راح اسوي الاكستنشن، طلع على العضله كيف تجي بتقصر يا اخوان عشان تفهموا المبدا. طلع على العضله كيف راح تجي تقصر، شو
شوف كيف هاي العضلة صارت تقصر، سويت الاكستنشن هي كملت في الهايبر اكستنشن. حلو، بعدين عندك الابدكشن نفس اللونجست بالضبط، راح تسوي لك خلينا نطلع عليها من ورا من هنا اتوقع بكون افضل. هاي شوف كيف هاي الابدكشن، هذا هو الابدكشن، بس هاي فكرة الابدكشن اللي بتسوي الاكستنشن كاربر رجالس لونجست اند بريفس. اوكي خلينا نروح على المصل التي بعدها واللي هي الاكستنسور ديجيتورم. انا بتذكر في المحاضرة الماضية اخذنا فليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس وبروفاندس، كان في تو ماسلز بروحهم على الديجيتس وبسوون فليكشن، اما في الاكستنشن لا، ففي عندك مصل واحدة راح تروح على الديجيت وتخليهم يسوي اكستنشن، واللي سميناها على اسم الوظيفة اللي بتسوي يعني، واللي هو اكستنسور ديجيتورم، انه تخلي الديجيتس اللي هم الاصابع يصير لهم اكستنشن. حلو، من وين طالعه هذا المصل؟ طالعه من الكومن اكستنسور اوريجن، بس اغلب المصلز الجايات خلاص راح تطلع من هذا الاوريجن اللي هو كومن اكستنسور اوريجن. ايش اسمه هذا الاوريجن؟ اللي هو الفرونت اوف لاترال ايبوكوندايل. تمام، طب بس الانسيرشن بدنا نعرف وين راح اسوي الانسيرشن. اللي راح يكون حاضر المحاضره الماضيه راح هذا النقطه ما يتغلى فيها ابدا ويشوفها جدا جدا سهله. في عندك ولو احنا اخذنا في المحاضرة الماضية انه الفلكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس كانت الانسيرشن تبعها يكون غريب وتروح على في الاخير تنقسم لتو لبس، وكل لب تروح تسوي انسيرشن في واحدة من السايدز تبعات الميدل فالنكس. فالبذكر المحاضرة الماضية راح يكون فيها هذه النقاط يعني، ففيها اشياء قريبة راح تصير نفس الفكرة. فعندك بقول لك انه ان التندنس تبعت الاكستنسور ديجيتورم، طبعا هم ايش كم الاكستنسور ديجيتورم راح تنقسم لكم تندون؟ لفور تندونز. حلو، هذول فور تندونز راح يروحوا للميدل فور فينجرز، يعني لكل اصابع حدا الثمب، وهذا ليش اتفقنا عليه من المحاضرة الماضية انه سواء فليكسور او اكستنسور ديجيتورم راح ينقسم لفور تندونز ويروح للميدل فور فينجرز، مش راح يروح على الثمب، الثمب له مسلس خاصة فيه. فأنيوي بقول لك إنه هذول التندونز اللي هم الأربعة راح يصير لهم إيش؟ راح يصير لهم expand on the posterior surface of the proximal phalanges of the medial four fingers forming the extensor expansion. أوكي دقيقة خلينا نفهم. بقول لك أنت عندك هنا هاي واحد، أي اثنين، أي ثلاث، أي أربعة، هاي التندونز الأربعة. هذول التندونز الأربعة بس يوصلوا عند البروكسيمال فالنجيس، طبعا هم راح يمروا بالنسبة للبروكسيمال فالنجيس من الانتيريور ولا البوستيريور؟ أكيد من البوستيريور، لأنه راح يسووا اكستنشن، فأكيد راح يكونوا بوستيريور. فهي هذا أنت عندك هاي البوستيريور سيرفيس، أو عفوا مش أنا، هاي البوستيريور سيرفيس تبع البروكسيمال فالنجيس، هذه البوستيريور سيرفيس، تمام؟ هذه البوستيريور سيرفيس، فأكيد أكيد أكيد انه راح يمر من البوستيريور سيرفيس مش من الانتيريور سيرفيس، لان تسوي ايش؟ تسوي اكستنشن. فبقول لك اول ما يوصلوا هذول التندونز عند البوستيريور سيرفيس تبعت البروكسيمال فالنجيس اللي هم تبعات الميديال فور فينجرز، منطقيا انه الثمب ما راح يجي اشي، راح يصير لهم اكسبانشن او اكسباند، راح يجي يتوسعوا، فهي هيك بيجي بيتوسع يعني توسع شوي، هذا نفس الاشي بيجي بيتوسع، كل التندونز بيجي بيتوسعوا، هذا بس اجي توسع ايش سميناه؟ راح نسميه الاكستنسور اكسبانشن. حلو، هيك هذا التوسع، شوف كيف هاي انت عندك هاي التندون الطبيعي. حلو، شوف ايانا انت هذا البروكسيمال فالنجيس، شوف اول ما وصلها شوف كيف التوسع، هاي شوف كيف صار توسعت التندون، بطل زي اول لا، صار يعني كانه مليان في اشي، صار اوسع. فهذا بالنسبه لايش؟ للفور تندونز. اوكي حلو جدا، كل واحد من هذول الاكستنسور اكسبانشن اللي هو انه التندون بعد ما توسع سميناه اكستنسور اكسبانشن. حلو، كل واحد منهم هذول الاكستنسور اكسبانشن راح يصير له او اللي هو ينقسم لثلاث اقسام، سبليتس انتو 3 سليبس، راح ينقسم لثلاث اقسام. يعني على فرض هاي انا عندي التندون مثل هيك، فراح يجي ينقسم لثلاث اقسام، راح ينقسم زي هيك، هاي القسم الاول، هاي الثاني، هاي الثالث، فسبليتس انتو 3 سليبس راح ينقسم لا 3 سليبس. في الفليكسور كان ينقسم لقسمين، ها لا ل 3. طيب اوكي، واحده اسمها اللي هي سنترال سليب، اللي هي انا هذا في النص، هي سنترال سليب، هذا سنترال سليب وش راح تسوي؟ اول سليب ذا سنترال سليب انسيرتد انتو بيس اوف ذا ميدل فالنكس، هذه سنترال سليب راح تسوي انسيرشن في البيس تبعت الميدل فالنكس، يعني مش راح تصل للديستال، لا يعني مش راح تصل للديستال، لا راح تسوي انسيرشن في البيس تبعت الميدل فالنكس.
اما التو لترال اللي هم هذه وهذه التو لترال سليبس، وين راح اروح اسوي انسيرشن؟ راح اروح اسوي انسيرشن في البيس تبعت الديستال فليكس. تمام، يعني خلينا نتخيل الموضوع اكثر وبواقعية اكثر، نمسح هذه الاشياء الحلوه كلياتها. طيب عندك هنا ايش؟ على فرضا هنا بروكسيمال فالينكس، هنا ميدل فالينكس، هنا ديستال فالينكس. تمام، امسح لي هذه الاشياء. بقول لك انه التندونز كلياتهم تبعت الاكستنسور ديجيتورم اللي هم فور تندونز، هم راح يمروا من البوستيريو سيرفيس تبعت البروكسيمال فالينكس او البروكسيمال فالنجس. تمام، تبعت الميديال فور فينجرز، بس يمروا من سيرو سيرفيس تبعت البروكسيمال فالنجيس، يجوا مره وصلوا عند السيرو سيرفيس تبعت البروكسيمال فالنجيس، راح يصير لهم اكسباند، راح يتوسعوا، يعني راح يصير مثلا هيك اي ايش اجى توسع. تمام، على فرضا هيك تقريبا، خلينا نحكي او لا ثواني خلينا امسح هيك. تمام، على فرضا هيك اي ايش اجى توسع، صار له اكسباند، صار اوسع التندون. بس اجى توسع هذا التندون، ايش سميناه احنا؟ سميناه اكستنسور اكسبانشن. كل تندون متوسع اسمه اكستنسور اكسبانشن، يعني انا عندي 4 اكستنسور اكسبانشنز. حلو، فكل واحد من هذول الاكستنسور اكسبانشن ايش راح ينقسم مثلا ثلاث اقسام. حلو، كل قسم راح يروح يسوي انسيرشن مكان مختلف، فراح تجي عندك هي اول قسم وهي ثاني قسم وهي ثالث قسم. هذا القسم اللي في النص اسمه ايش؟ اسمه السنترال، خلينا نحط عنده حرف سي، اسمه السنترال سليب. حلو، وهذولا اللي على اليمين وعلى اليسار اسمهم لترال او تو لترال سليبس، لانهم على جهه اللترال. تمام، طيب خلينا نمسح الاحرف. السنترال سليب راح اسوي انسيرشن في البيس تبعت الميدل فالنكس. انت عندك هي الميدل فالنكس، هذه ميدل وهنا الديستال، راح اسوي انسيرشن في البيس اوف ميدل فالنكس، فهي هنا راح اسوي انسيرشن. خلينا نسوي زي هيك، هاي السنترال سليب سوي الانسيرشن. اما التو لترال سليبس راح اروح اسوي انسيرشن في البيس تبعت الديستال فالنكس، فعندك تو لترال سليبس راح اروح اكمله مثل هيك، ويوم ايش سوي انسيرشن في البيس تبعت الديستال فالنكس، يعني تو لترال سليب كملوا له عند الديستال فالنكس عشان يقدر يسوي اكستنشن لكل الجوينت تبعات الفينجرز. اما السنترال سليب راح تسوي اكستنشن مش لكل الجوينت تبعات الميدل فور فينجرز، لان في عندك هذا الجوينت اللي بين الميدل والديستال فالنكس، السنترال سليب هذه مش راح تقدر تسوي لها اكستنشن، اما التو لترال سليب هم راح يسوي لها الاكستنشن تبعتها. فان شاء الله تكون وضحت الفكره، ويعني قريبه من فكره ايش؟ من فكره الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشال وسوبروفاندس، بس هذول كانوا تو ماسلز ويمروا تحت بعض، هنا لا، هنا هي مسل وحده وصارت كأنه هذا المصل ودهم مروا فوق بعض. هيك صار يعني. وبعدين هناك كان التو سليب يسوون انسيرشن في الميدل فالنكس، هنا التو سليب في الديستال فالنكس. هناك الوان سليب كانت اللي هي تبعت البروفوندس، كانت هي وان سليب كانت تكمل عند الديستال فالنكس، هنا الوان سليب اللي هي السنترال سليب سوت انسيرشن في الميدل فالنكس. فهذه الفروقات مثل هيك ركزوا عليهم، يعني مش غلط. طيب النير سبلاي نفس المصل اللي قبلها واللي هي من البوستيريور انتر اوسيوس نيرف. تمام، طيب يعني اول تو مسلز كانوا من راديال نيرف، بعدين ثنتين من البوستيريور انتر اوسيوس نيرف. احفظ مثل هيك، يعني هذا الاشياء بتساعدك. طب الاكشن اكيد يعني منطقيا انها راح تسوي اكستنشن للفينجرز، فراح تسوي اكستنشن لكل الجوينتس تبعات الميديال فور فينجرز. ليش لكل الجوينتس؟ لانه فيها سليبس وصلت لعند الديستال فالنكس لاخر اشي، فراح تقدر تسوي اكستنشن لكل الجوينتس تبعات الفينجرز، اي فينجرز لهم الميديال فور فينجرز. هي كمان عفوا هيك مرت من فوق الريست، ما انا مرت من فوق الريست راح تساعد في الاكستنشن تبع الريست، بس الوظيفه الاساسيه هي تسوي اكستنشن لايش؟ للجوينت او كل الجوينت تبعت الميديال فور فينجرز، وانما بس ايش بتساعد هي في الاكستنشن تبع الريست ليس الا. اوكي جميل جدا، خلينا نشوف اللي هي المصل التي بعدها، الا وهي الاكستنسور ديجيتورم اللي قاعدين نحكي عنها. طيب لو سوينا لها ايزوليت، خلينا نشوف الاوريجن. الأوريجين قلنا إيش؟ اللي هو الكومن إكستنسور أوريجين اللي هو الفرونت أوف لاترال إبوكونداي. تمام؟ طيب أسا أنا إيش بدي؟ سالم الأوريجين، بدي يهمني أسا اللي هو الـ insertion. طبعا الغريب في الأمر إنه هذه الجهات مش مكملينها، غريب. فخلنا نشوف تبعات يعني الثيرد والفورث فينجرز بأنهم مسوين الإنسيرشن تبعها في الشكل الصحيح. خلنا نشوف أول إشي
شوف هاي التندون بشكل الطبيعي، هاي يعني ما فيها اي اشي. هاي انت عندك البروكسيمال فالنكس او البروكسيمال فالنجيس، هذه هي، وهذه البوستيريو سيرفيس تبعت البروكسيمال فالنجيس. بشوف التندون هنا كم حجمه، يعني جاي عادي. هنا طبعا اجى كمل التندون، اجي في الاخير عند البوستيريو سيرفيس تبعت البروكسيمال فالنجيس عند هذه المنطقة صار الاكسبانشن، صار التوسع تبعهن، صار لهن اكسبان. طب تمام، فبس صار اكسبان سميناها اكستنسور اكسبانشن، فصار هذا اسمه اكستنسور اكسبانشن، وهذا اكستنسور اكسبانشن، وهنا في اكستنسور اكسبانشن، وهنا في اكستنسور اكسبانشن. كل واحد من هذول اكستنسور اكسبانشن راح ينقسم هسه لثلاث اقسام. اول قسم اللي هو القسم اللي في النص كان اسمه سنترال سبلت، حلو، هذا اللي هو سنترال سبلت، هي القسم انقسم في النص. وفي عندك قسمين يمين ويسار هم التو لترال سبلتس، هي هذول القسمين التو لترال سبلتس وهي سنترال سبلت. سنترال سبلت راح تسوي انسيرشن في البيس تبعت الميدل فالنكس، تمام، هي سنترال سبلت سويت انسيرشن في البيس تبعت الميدل فالنكس. اما التو لترال سليب تو لترال سليب، طبعا خاف الله كنت قبل شيء بقول سليب غلط، اوكي. التو لترال سليب اجوا ايش كملوا، كملوا لعند الديستال فالنكس وانسيرشن في البيس تبعت الديستال فالنكس، هذا بالنسبه للتو لترال سليب. اما السنترال سليب لا، سويت انسيرشن في البيس تبعت الميدل فالنكس. نيرف سبلاي قلنا هم البوستيريور انتر اوسس نيرف، وعند الموشنز او الاكشن راح تسوي لك ايش، راح تسوي اكستنشن للفينجرز ولكل الجوينتس تبعت الفينجرز. شوفوا هي كريفليكشن هسه الاكستنشن، هسه المصل ايش راح تجي تقصر، شوف كيف هسه كيف المصل تقصر تنسحب لفوق، فهي صار الاكستنشن، لاحظوا كيف الاكستنشن، فهذا هو الاكستنشن، فهي المصل كيف تجي بتقصر تصير الاكستنشن. وقلنا كمان هي راح تساعد، مجرد مساعدة في الريست اكستنشن، مش وظيفة اساسية بس تساعد، تمام، فهي اللي هو الاكستنشن تبعها. فممكن تشوف كيف كمان تجي بتقصر العضلة بس نسحب الانسيرشن باتجاه الاوريجن. هذا بالنسبة للمصل الرابعة الا وهي كانت الاكستنسور ديجيتورم. وننتقل للمصل التي بعدها. هنا بدي احكي لك بس شوية اشياء عن الاكستنسور اكسبانشن. ايش بقول لك، بقول لك انه هذا الاكستنسور اكسبانشن ايش بتكون، يعني فورمد فروم ذا اكسبانشن اوف اكستنسور ديجيتورم تندونز. هذا الاكستنسور اكسبانشن ايش تكون، كون من انه التندونز تبعت الاكستنسور ديجيتورم صار لهم اكسباند، بس صار لهم اكسباند سميناهم اكستنسور اكسبانشن، هذه الفكرة كلياتها. تمام، بقولك انه كمان الاكستنسور اكسبانشن راح يصير لها سبلت انتو 3 بارتس او 3 سليبس، واحدة منه اللي في النص كان اسمها سنترال سليب او اللي سنترال بارت، وراح تسوي انسيرشن وين، في البيس تبعت الميدل فالنكس اللي حكينا عنها. وعندك تو لترال سليبس راح تسوي انسيرشن في البيس تبعت الديستال فالنكس. فبس يعني الموضوع كان جدا سهل. طيب وهنا ايش بقول لك، انه هذا الاكسبانشن نفسه، يعني امسك القلم، هذا الاكسبانشن مثل هيك يعني، تمام، هي الاكسبانشن وهي هنا السنترال سليب والاشياء هذه، راح يصير في انسيرشن، يعني راح تجي مصل وتسوي فيه انسيرشن. يعني بعدين في مصل راح نجي ناخذهم نقول هذا وين الانسيرشن تبع هذا المصل، نقول والله الانسيرشن تبعها في الاكستنسور اكسبانشن. حلو، ايش هذول المصل اللي راح يسووا الانسيرشن في الاكستنسور اكسبانشن، هم يعني اكثر من مصل. anyway عندك اول وحده واللي هم الكورسبندنج، عندك اول شيء اللي هي الكورسبندنج انتر اوسيوس مصل، عندك الانتر اوسيوس مصلز راح نجي ناخذهم هذول الانتر اوسيوس مصلز، وراح يسووا انسيرشن على ايتش سايد تبعت الاكستنسور اكسبانشن، بس اعرفهم اسميا حاليا لانه بعدين راح تاخذهم بالتفصيل. فعندك اول شيء اللي هي الانتر اوسيوس مصل وين على الايتش سايد، وعندك كمان مصل اخرى كان موجوده في الهاند، طبعا هذول الانتر اوسيوس مصل والمصل الثاني اللي حكيها الثنتين موجودات في الهاند، اوكي، والمصل الثاني واللي هي اللامبريكال مصل كمان موجوده في الهاند، راح تسوي انسيرشن على اللاترال سايد تبع الاكستنسور اكسبانشن. عندك الانتر اوسيوس مصل واللامبريكال مصل راح تسوي انسيرشن وين، على الاكستنسور اكسبانشن. فالانتر اوسيوس مصل راح تسوي على ايتش سايد تبعت الاكستنسور اكسبانشن انسيرشن، واللامبريكال مصل راح تسوي انسيرشن بس على اللاترال سايد تبعت الاكستنسور اكسبانشن. طيب هسه راح نروح لمصل اسمه الاكستنسور ديجيتي مينيماي او الاكستنسور ديجيتي مينيمي، بس اي ثينك هي مينيماي اللفظ الصحيح. ف anyway هذا الاكستنسور ديجيتي مينيماي وين راح تروح تسوي انسيرشن، راح تروح تسوي
هل تحمست انه وين راح تروح تسوي انسيرشن؟ ولو اصلا لا، هو سؤالي فعلا وين راح تروح تسوي انسيرشن؟ راح تروح تسوي انسيرشن في الليتل فينجر، فراح تسوي اكستنشن لايش؟ للليتل فينجر. من الاخر يعني هذه وظيفه ال اكستنسور ديجيتي مينيمال، يعني اللي تسوي انسيرشن الليتل فينجر. طيب اول شيء بالنسبه للاورجن، طبعا هذا المصل كثير كثير تافه، بس راح تشوفوا هذا الاشي. طبعا انا تاكدت من اللفظ، طلعت اللفظ اللي كاتبينه جوجل اكستنسور ديجيتي مينيمي، مش عارف دكتور كان يرفضها منه معي. anyway الاورجن تبعها زيها زي باقي المسلز، واللي هو من الكومون اكستنسور اورجن، اللي هو ايش يعني؟ الفرونت اوف لترال ابيكوندايل. حلو، فانت عارف يعني ايش المسلز اللي طالعه من الكومون اكستنسور اورجن وخليهم لحال، واحفظ اي مسل مش طالعه من الكومون اكستنسور اورجن، وراح يكون عددهم جدا قليل. يعني مثلا زي الفيرست تو مسلز، اوكي صح ما كان طالعين من الكومون اكستنسور اورجن، بس كان طالعين من ايش؟ من لترال سوبرا كوندايلر ريدج، وطالعين من مناطق يعني انه واحده طالعه من الابر تو ثيرد وواحده من الاور ثيرد، فمرتبطات مع بعض، فالموضوع ان شاء الله راح يكون سهل. فالاورجن بالكومون اكستنسور اورجن، هذا بالنسبه اول شيء للاورجن. طب خلينا نكمل الانسيرشن. طيب في شغله قبل ما ناخذ الانسيرشن، ايش هي اكستنسور ديجيتي مينيمي؟ تمام، ايش بتسوي هذه الاكستنسور ديجيتي مينيمي؟ بتسوي يعني اكستنشن للليتل فينجر. طب الليتل فينجر ما وصلوا الاكستنسور ديجيتورم؟ لا، وصلوا الاكستنسور ديجيتورم، وصل للليتل فينجر. طب يعني مش الليتل فينجر هي له مسل اللي هي اسمها الاكستنسور ديجيتورم، تجي بتصل وبتسوي لها اكستنشن، فليش تجي مسل اخرى اسمها اكستنسور ديجيتي مينيمي تسوي لها كمان اكستنشن؟ لانه في مسلز انت مرات تحتاج اكستنشن فيهم، واصابع بتحتاج الاكستنشن فيهم اكثر من الاصابع والاخريات، فلازم يكون في عندك اكثر من مسل تسوي لك هذا الاكستنشن، مش بس انه مسل واحده، او ما بكون بتكفي المسل واحده. تمام، فعشان هيك يعني الاكستنسور ديجيتورم ما كفلت الفينجر، وراح ايش اجى طلب مصل اخرى تجي تسوي لها اكستنشن، فاجته الاكستنسور ديجيتي مينيمي وتسمت على اسمه، فصارت تسوي له اكستنشن. طب بس الانسيرشن، احنا قلنا انه الليتل فينجر كان يصله الاكستنسور ديجيتورم وسوى عنده الاكستنسور اكسبانشن. حلو، فعشان هيك الانسيرشن تبع الاكستنسور ديجيتي مينيمي راح يكون في الاكستنسور اكسبانشن تبع الليتل فينجر. تمام، مش الليتل فينجر في عنده اكستنسور اكسبانشن من الاكستنسور ديجيتورم، معناته الاكستنسور ديجيتي مينيم راح يسوي انسيرشن في هذا الاكستنسور اكسبانشن، بس هذه الفكره كلياتها، وراح يسوي انسيرشن في الاكستنسور اكسبانشن تبع الاكستنسور ديجيتورم بس. يعني ذات از ايفريثينج. حتى هي الصوره بتوضح، نشوف كيف. هاي انت عندك اللي هو الاكستنسور ديجيتي مينيمي، كمل كمل كمل، هاي جوان سوى انسيرشن في الاكستنسور اكسبانشن اللي هو هان تبع الليتل فينجر، سوى الانسيرشن وصار يشتغل طبيعي. النيرف سبلاي زيه زي التو مسلز اللي قبله من البستيريور انتر اوسيس نيرف. يعني لحد الان كل المسلز، يعني معلومة جميلة، كل المسلز لحد الان الطالعات من كومون اكستنسور اوريجين هم ماخذات من البوستيريور انتر اوسيس نيرف، ممكن تتاكدوا من هذا الشيء. لحد الان يعني اللي كان الاورجن تبعها كومون اكستنسور اورجن، فيكون النيرف تبعها بوستيريور انتر اوسيس نيرف. طب الاكشنز، يعني منطقيا ايش يكون الاكشن؟ اكيد راح تسوي اكستنشن لكل الجوينتس تبعت الليتل فينجر. ليش؟ لان هي سوت انسيرشن في الاكستنسور اكسبانشن، الاكستنسور اكسبانشن راح يوصل عند اخر الليتل فينجر، مع انه راح يوصل عند اخر الليتل فينجر، راح يسوي اكستنشن لكل الجوينتس تبعت الليتل فينجر، وبرضه راح تساعد في عمليه الاكستنشن تبعت الريست جوينت، بس مش وظيفه اساسيه، الاساسيه اللي هي ذس. حلو حلو، هذا بالنسبه للاكستنسور ديجيتي مينيمي. طيب تمام، خلينا نشوفه هذا الاكستنسور. لا عفوا طيب بس الاكستنسور ديجيتي مينيمي بدنا نطولها، يعني فعشان هيك راح نسوي هنا الهايد عشان نقدر نطول الاكستنسور ديجيتي مينيمي اللي هي ذس مصل. تمام، فخلينا نجي نفتح مثل هيك عشان نجي نشوفها. شوف انه طلعت من الكومون اكستنسور اوريجين واللي هي الفرونت اوف لاترال ايبيكوندايل، اجت نزلت اجت تسوي انسيرشن، وين اجت تسوي انسيرشن؟ شوفوا هان هي من هنا بلش اللي هو الاكستنسور اكسبانشن، هي من هنا تقريبا بلش الاكستنسور اكسبانشن تبع ايش؟ تبع الاكستنسور ديجيتورم.
تمام. اجت هذه الاكستنسور ديجيتي مينيمي بس شافت انه في اكستنسور اكسبانشن في الليتل فينجر، فاجت سوت انسيرشن في هذا الاكستنسور اكسبانشن تبع الليتل فينجر. حلو، سوت انسيرشن في الاكستنسور اكسبانشن، هي اجت سوت انسيرشن في هذا الاكستنسور اكسبانشن تمام. فهذا الانسيرشن تبعه للاكستنسور اكسبانشن تبع الليتل فينجر. النير سبلاي قلنا لحد الان المصل طلعت من كومن اكستنسور اورجن، فهم النير سبلاي تبعهم واللي هو البستيرير انتر اوسس نيرف. والاكشن يعني من الاسم اكيد تسوي اكستنشن للليتل فينجر، فهو طبعا تمام. فشوف كيف هاي صار ريفليكشن لكل شيء. شوفوا حاليا اللي هو الاكستنشن للليتل فينجر واللي هو يعني ذس. شوفوا كيف المصل راح تقصر ويصير الاكستنشن، المصل رفعت لفوق صارت اقصر، صار اللي هو الاكستنشن تبع ليتل فينجر. قلنا كمان بتساعد في الاكستنشن تبع الريست جوينت. anyway خلينا نشوف هسه المسل باد او تمام. قبليها بدي ورجينا هنا شويه اشياء. في عندك قلنا هاي الاكستنسور تندون اللي هو ايش تبع الاكستنسور ديجيتورم تمام. فهي الاكستنسور تندون تمام، واللي هي هنا صار لي اللي هي الاكسبانشن. في عندك الاكستنسور هود صارت موجودة عشان تسوي لي الاكسبانشن، صار الاكسبانشن صار لي 3 سليبس. هي اول سليب واللي هي السنترال سليب راح تسوي انسيرشن في البيس اوف ميدل فالنكس. بعدين عندك التو لاترال سليبس اللي هم ذس، هي واحدة هي واحدة هنا راح تسوي انسيرشن في البيس تبعت الديستال فالنك. حلو لحد الان اوكي حلو. في عندك مسل تحت، في عندك مسل موجوده في الهاند اللي قلنا هي هذه واللي اسمها اللامبريكال مسل. فهي التندون تبعها، شوف التندون تبعها وين سوى انسيرشن في الاكستنسور اكسبانشن او على اللاترال سايد تبع الاكستنسور اكسبانشن بالتحديد. اللامبريكال مسل وين سوت انسيرشن في اللاترال سايد تبع الاكستنسور اكسبانشن، فهذا اللي حكينا عنه قبل. فهي جينا شفناه يعني. طيب اوكي، اخذنا قبل شوي احنا الاكستنسور كاربي رادياليس وكنا في لونجوس وبريفيس، فما انه في رادياليس اكيد في النارس. ففي هسه عندك الاكستنسور كاربي النارس، بدنا ناخذها ونشوف شويه معلومات عنها. طيب هسه اول اشي من وين طلع هذا الاكستنسور كاربي النارس؟ طلع من مكانين، المكان الاول واللي هو ايش اللي هو الكومون اكستنسور اوريجين، يعني زيها زي باقي المسلز يعني من الفرونت اوف لاترال ابيكونتال. بس قالت انا مش اسمي النارس، فيني كلمه النارس، فانا ودي ارجع لاصلي واطلع لو جزء مني يطلع من الالنا. قلنا اوكي من وين من الالنا؟ قالت مش انا كمان من الباك اوف فور ارم. قلنا لها اوكي. قالت باك يعني بوستيرير. قلنا قالت معناته انا من البوستيرير بوردر تبع الالنا. حلو، بستيرير بوردر تبع الالنا، اعرف انه هذا المصل هي من الباك اوف فور ار، ما باك يعني بستيرير والنارس فهي من الالنا، فبستيرير بوردر اوف الالنا. هذا بالنسبه للتو اوريجينز تبعات هذا المصل. طب الانسيرشن بدي اذكرك في شغله عشان تضلكم حافظينها. الرادياليس لونجس الانسيرشن تبعها في السكند ميتاكاربال بون تمام، الرادياليس بريفيس في الثيرد ميتاكاربال بون، الالنارس في الفيفث ميتاكاربال بون. نفس الجمله بتكتبها هي بس بتشوف شو الاسم. مثلا كانت رادياليس لونجس حط سكند ميتاكاربال بون، اكتب نفس الجمله حط سكند. كانت بريفيس حط ثيرد، كانت النارس حط فيفث، بس هذا اللي يسويه. ولا نفس الجمله اكتبها هي فراح تجي نفس الكلام اللي قلناه قبل، راح تطلع منه او تسوي انسيرشن في البوستيريور سيرفيس تبعت البيس تبعت الفيفث ميتاكاربال بون. قبل شوي كانت مره سكند ومره ثيرد، هسه فيفث. فعندك يعني الرادياليس لونجس وبريفيس والالنارس هم نفس الانسيرشن، بس كل واحدة في ميتاكاربال بون مختلفة عن الاخرى. واحدة في السكند واللي هي اللونجس، وواحدة في الثيرد اللي هي البريفيس، وواحدة في الفيفث واللي هي الالنارس بس تمام. فراح تروح على يعني الفيفث ميتاكاربال بون النارس، وين بالتحديد؟ على البيس تبعت الفيفث ميتاكاربال بون، وتسوي انسيرشن في البستيريور سيرفيس تبعتها اكيد، لانه هذه من الباك اوف فور ار، فراح تسوي انسيرشن في البستيريور سيرفيس. نير سبلاي هذه شوف الاوريجن تبع هذا المسل في كومون اكستنسور اوريجن فراح يكون نير سبلاي هو بستيريور انتر اوسيوس نيرف، القاعده اللي اخترناها قبل شوي. طيب تذكر المحاضره الماضيه اللي كان لي فليكسور كاربي رادياليس النارس، كان الاكشنز تبعتها يتشابهوا في الفليكشن ويختلفوا في الابدكشن والادكشن تمام، يتشابهوا في الفليكشن يختلفوا في الابدكشن والادكشن. هنا نفس الشيء الرادياليس والنارس راح يتشابهوا في الاكستنشن ويختلفوا في الابدكشن والادكشن. فالرادياليس سواء لونجس او بريفس كانت ثنتين يسوون ابدكشن، اما النارس لانها جايه على الجهه الميديال فراح تسوي ايش؟ راح تسوي ادكشن، راح تضم اليد او تضم الريست للاتجاه الميديال، فراح تسوي له ادكشن للريست. انت عندك هي اللي هو هيك ميديال، هي ميديال هيك ايش هيك لاترال. حلو، ف
عندك انت راح تسحب راح تسحب اللي هو الريست بهذا الاتجاه، فانت بس تسحبه مثل هيك ايش راح يصير؟ راح يصير اكيد اللي هو ادكشن وليس ابدكشن، راح يصير عندك ادكشن. فهذا بالنسبه للاكستنسور كاربي النارس، خلينا نجي نشوفه اللي هو الاكستنسور كاربي النارس. عندك اللي هي ديس مصل واللي هي الاكستنسور كاربي النارس، خلص اصلا يعني قربنا نخلص المصل تبعت السوبرفيشال جروب واللي هو يعتبر يعني هم الاطول والاصعب والمش عارف ايش. فالسوبرفيشال جروب هو اللي فيه يعني، اما الديب جروب شبه فاضي ما في اي شيء. فانيوي خلينا نشوف الاكستنسور كاربي النارس. قلنا هي طالعه من مكانين، المكان الاول ايش هو؟ واللي هو الكومن اكستنسور اوريجن، واللي هو يعني ايش؟ واللي هو فرونت اوف لاترال ابيكوندايل. وعندك هي هذه الالنا، وهي هذا اللي هو ايش عندك؟ ها راح يكون البوستيرير بوردر تبع الالنا، برضه راح تطلع من البوستيرير بوردر تبع الالنا مثل ما انتم شايفين. ها هي البوستيرير بوردر تبع الالنا راح تطلع منه. الانسيرشن قلنا نفسها نفس الرادياليس لونجس والرادياليس بريفس بس على الفيفث ميتاكاربال بون، فراح تروح تسوي انسيرشن في البوستيرير سيرفيس تبعت البيس تبعت الفيفث ميتاكاربال بون. نيرف سبلاي شوف الاوريجين في كومن اكستنسور اوريجين، في معناته النيرف سبلاي تبعها راح يكون بوستيرير انتر اوسيس نيرف. حلو، اخر شيء الا وهو الاكشن، راح تسوي تو اكشن. اول شيء عندك الاكستنشن اكيد، وهذا الاكشن الطبيعي تبعها زيها زي باقي المصل. شوف كيف العضله راح تقصر، تسوي تساعد في الاكستنشن والهايبر اكستنشن تبع الريست. وبعدين عندك الادكشن واللي راح تتميز في هذه العضله، راح تتميز في الادكشن يعني هذه ايش راح تتميز فيه. عندك هيك ابدكشن وهيك ادكشن، شوف كيف الادكشن، شوف العضله كيف راح تقصر وتسويه. هذا هو الادكشن، عندك الادكشن. فبس هذا كل شيء بخصوص الاكستنسور كاربي النارس. عندك مصل سابعة ومش راح توصل لعند الريست، يعني مش راح تشتغل الا بس على الالبو بس، واللي اسمها الانكونياس. تمام، الانكونياس مش راح تشتغل غير على الالبو، مش راح تشتغل ولا على اي جوينت اخر، يعني باقي الجوينتس كلها تمصل عند الريست والفينجرز ومش عارف ايش الا الانكونياس. شوفوا هذه العضلة كلها الانكونياس اصلا جاي قصيرة صغيرة جدا، هذه الانكونياس مصل. اول اشي ايش الاوريجن تبعها؟ الاوريجن تبعها يعني كمان جاي هذه المصل مميزه في الاوريجنز والانسيرشنز تبعتها، فلازم تكون يعني عارفينها. فتعتبر هي من السوبرفيشال جروب تبعت الباك اوف فور ارم. حلو، من وين طالعه؟ طالعه من اللاترال ابيكوندايل اوف هيومرس. طب طالعه من اللاترال ابيكوندايل، ليش ما قلت كومن اكستنسور اوريجن؟ لا، هذيك فرونت اوف لاترال ابيكوندايل، هذيك اللي هو كومن اكستنسور اوريجين. بس هي طالعه مش طالعه من الفرونت اوف لاترال ابيكوندايل، هي طالعه من البوستيرير اسبيكت اوف لاترال ابيكوندايل. حلو، المسلز تبعت الفور ارم او اللي هم الاكستنسورز من وين كانوا طالعات؟ من الفرونت اوف لاترال ابيكوندايل. الانكونياس لا، طالعه من البوستيرير اسبيكت مش الفرونت، بوستيرير اسبيكت اوف لاترال ابيكوندايل اوف هيومرس، لهيك ما بنقدر نسميه الكومن اكستنسور اوريجين. طيب هذا بالنسبه ايش للاوريجين، خلصنا منه. طب الانسيرشن وين راح تروح تسوي انسيرشن؟ راح تروح تسوي انسيرشن على الالنا، راح تسوي انسيرشن على هذا الطول هيك، هاي الانسيرشن تبعها هيك على الالنا. يعني وين يعني؟ مش فاهم. يعني في عندك انت هنا اشي اسمه اللي هو ايش هذا البروسيس اللي هو الالوكرانون بروسيس. حلو، هذا هو الالوكرانون بروسيس. فعندك هذا السيرفيس اللي هان هو اللاترال سيرفيس، هذا السيرفيس اللي مثل هيك هو اللاترال سيرفيس. فايش يعني؟ راح تروح تسوي انسيرشن على اللاترال سيرفيس تبعت الالوكرانون بروسيس تبعت الالنا باختصار. حلو، الانسيرشن تبعها في الالوكرانون بروسيس تبع الالنا. وين بالضبط؟ في الالوكرانون بروسيس على اللاترال سيرفيس، لانه عندك هذه المنطقه هي اللاترال سيرفيس تبعت الالوكرانون بروسيس تبعت الالنا. اوكي، النيرف سبلاي، هل هذه المصل كانت طالعه من الكومن اكستنسور اوريجن؟ في ناس ممكن يقول انه اللاترال ابيكوندايل ترافسرنا ليش هي مش كومن اكستنسور اوريجن، فلا هي مش طالعه من الكومن اكستنسور اوريجن، فلهيك راح تطلع من الراديال نيرف زي اول وثاني مصل كانوا طلعت من الراديال نيرف. فكل السوبرفيشال جروب فعندك السوبرفيشال جروب كامل اذا انه طالع من الكومن اكستنسور اوريجن معناته بالسيرير انتر اوسس نيرف، مش طالع منه راديال نيرف باختصار. حلو، الاكشن راح تساعد في عمليه الاكستنشن للالبو، مساعده بس، يعني شوف اصلا مصل قصير يعني مش هالمساعد الواو، راح بس تساعد شوي في عمليه الاكستنشن تبعت الالبو. إذا جينا نشوف هذا المصل، هي هذه هي الأنكونياس. حلو، هذه هي إيش الأنكونياس، أنكونياس عفوا. فمن وين طالعة؟ قلنا طالعة من اللاترال إبكوندايل تبعت الهيومرس، اللاترال إبكوندايل من الفرونت لا
لو من الفرونت كنا قلنا كومن اكستنسور اوريجن، بس هي طالعه من البوستيريور اسبكت تبعت اللاترال ايبوكوندايل تبعت الهيومرس، راح تسوي انسرشن في الالنا في منطقه اسمها الاوكرانيال بروسس. هي الاوكرانيال بروسس، الاوكرانيال بروسس هي عندك ميديال سيرفيس تبعها هذه الجهه، هو مش ميديال سيرفيس يسموه، بس يعني المهم هذه الجهه الميديال تبعتها، عندك هذا السيرفيس اللي هو اللاترال سيرفيس تبع الاوكرانيال بروسس، وبالتحديد هذا راح يصير انسرشن اللاترال سيرفيس تبع الاوكرانيال بروسس تبعت الالنا. النيرف سبلاي، هل الاورجن في كومن اكستنسور اوريجن؟ لا، معناته ان السبلاي راح يكون راديال نيرف. باختصار الاكشن اخر ما تبقى، الا وهو راح تساعد في عمليه الاكستنشن للالبو جوينت. حلو، شوف هي انت عندك الفليكشن، خلينا ننظر من تحت نشوف هاي المصل اللي هي الانكونيس، احنا بدنا بس الانكونيس. تمام، شوف هسه كيف هي هسه الاكستنشن، هسه المصل راح تتقصر، هي سوت او ساعدت بالاحرى في عمليه الاكستنشن، هي ما بتسوي لحالها الاكستنشن بس بتساعد في الاكستنشن. اوكي، عندك هي هذول المصلز. طبعا هذه الصوره بتفيدك في اللاب، مثلا امتحان اللاب بيجي مثلا زي هيك صور، اذا انكم فاهمين هم العضلات فراح يكون الموضوع جدا سهل اي ثينك بالنسبه لكم. يعني خلاص احفظوا على الترتيب من لترال لميديال او من ميديال لترال، من ميديال لترال، حاولوا احفظوا على الترتيب، الترتيب بيساعد. طيب قلنا الديب جروب تبع الاكستنسور مصلز، قلنا اللي هم المصلز قبل شوي، قلنا عندك السوباينيتور اول مصل، بعدين قلنا في عندك 3 مصلز راح يروحوا على الثمب، فعندك الابدكتور بولشز لونجس والاكستنسور بولشز بريفس والاكستنسور بولشز لونجس، بعدين عندك قلنا في مصل راح تروح على السبابه واللي هي الاكستنسور انديشز. تمام، او في ناس انديسز، فحتى البولشز في ناس بيقول مش بولشز، بولشز لفظ مش راح اختلف عليه هل هي اس او اش، يعني مش هالشيء الواو نتاوش عليه. فانيوي هذول اللي هم الـ 3 muscles أو عفوا الـ 5 muscles of the deep group of extensor muscles. طبعا بس خلينا ناخذ هذه المعلومة أو هذا السلايد، I think الدكتورة وقفت هان عند السوباينيتور. تمام، الدكتورة أتوقع عند السوباينيتور أو يعني هان بالأحرى ما كملت الباقي، فإحنا يعني بحس معانا وقت إنه ممكن نقدر نكمل عند الـ extensor indices والمحاضرة القادمة أو نكمل هذا كامل، فمش عارف يعني صراحة. راح احاول اكمل لحد ما يصير طول الريكورد ساعة و 45 دقيقة، فطايل تقريبا اكثر من نص ساعة، فاي ثينك ممكن يكفن. يعني اذا ما كفن عاد اضل اشتغل المحاضرات القادمة عادي، مش هالمشكلة يعني، على قليل نكون سابقين الدكتورة ولو شوي، او نوقف عندها مش عارف راح نوقف بالضبط، او ممكن حتى نوقف عند محل ما وقفت الدكتورة عشان مثلا تنزل المحاضرة بكير، فمش عارف. المهم يعني راح نجي نكمل لحد ما نشوف. anyway عندك اول اشي بقول لك انه هذول المسلز اللي هم الديب جروب تبع الباك اوف فور ارم، كل المسلز تبعات الديب جروب ما عدا السوباينيتور except the subinator muscle all these deep layer muscles originate from the posterior surfaces of the radius ulna and interosseous membrane and pass into the thumb and fingers. حلو، كل المسلز تبعات الديب جروب تبعات الباك اوف فور ارم ما عدا السوباينيتور هم الاورجن تبعهم من البستيريور سيرفيس تبع الراديوس والالنا والانتر اوسيس ممبرين، وكل هذول المسل ما عدا السوباينيتور راح يروحوا باتجاه الثمب والاصابع، مش الاصابع، باتجاه الثمب والانديشز، باختصار باتجاه عفوا الثمب والسبابه. تمام، ما عدا السوباينيتور، بس السوباينيتور هي راح يكون فيها حالات مختلفه. تمام بقول لك all muscles of the deep layer are innervated by the posterior interosseous nerve. حلو، كل هذول المسلز تبعات الديب جروب راح يصير لهم انرفيشن عن طريق البوستيرير انتر اوسيس نيرف، بالاضافه للمسلز تبعات السوبرفيشال جروب اللي كانت طالعات من الكومن اكستنسور اوريجن، فصار لهم كمان انرفيشن في البوستيرير انتر اوسيس نيرف. احفظوا هذه النقطه زين. اوكي، طب البوستيرير انتر اوسيس نيرف هو شو اصله؟ قلت لكم قبل شيء له اصل، هو اصله من الراديال نيرف. حلو، احنا قبل شوي في الباك اوف فور ار السوبرفيشال جروب كان في تلاقي مصل ياخذه من الراديال نيرف ومصل ياخذه من البوستيرير انتر اوسس نيرف. طب كيف بتقول لي ان البوستيرير انتر اوسس نيرف اصله راديال نيرف؟ هو في الاصل كان راديال نيرف، كان ماشي طبيعي كراديال نيرف وكان يغذي كثير مصلز. تمام، بعدين هذا النيرف صار له برانش ديب، اجى في احد البرانشات الديب منه، طلع منه برانش يصير ديب بالنسبه للمصل. هذا البرانش الديب ايش سميناه اللي هو بوستيرير انتر اوسيس نيرف. حلو، ف يعني
البوستيريور انتر اوسس نيرف هو اصله راديال نيرف، بس هو عباره عن الديب برانش تبع الراديال نيرف. حلو، بس الديب برانش تبع الراديال نيرف هو البوستيريور انتر اوسس نيرف. فبالهيك انت بتلاقي في هنا مصل، هنا مصل، وهنا مصل. المصل اللي هنا هي بتاخذ من الراديال نيرف، والمصل اللي هنا بتاخذ من البوستيريور انتر اوسس نيرف. تمام، فبتلاقي مثلا هذول التو مصل تبعات لنفس الجروب، بس واحده بتاخذ من الراديال نيرف وواحده من البوستيريور انتر اوسس نيرف، وهذا حسب وين انقسم النيرف، وين طلع البرانش، هل المصل موجود قبل البرانش ولا بعده. فاذا انا قبله اكيد راح تاخذ من النيرف الاصلي، اذا بعد البرانش لا راح تاخذ من البرانش تبع النيرف. فهذا بالنسبه للديب جروب، يعني معلومات عامه راح تساعدكم كثير. فقلنا ما عدا السوباينيتور فكل المسلز هم طالعين من البوستيريور سيرفيسز تبعات الريدس والالنا والانتر اوسس ممبرين، وكل المسلز تبعات ديب جروب هم ماخذين من البوستيريور انتر اوسس نيرف. طيب نتكلم هسه عن المصل بتسوي سوباينيشن، وعلى الغالب يعني عشان بحس المحاضرة ما تكون طويلة راح انه نوقف بعد اللي هو هذا السلايد اخر اشي ونوقف عنده، او يعني بعد هذا السلايد بالاحرى لانه تابعين لبعض، فعشان يعني كمان تلحق المحاضرة تنزل بكير لانه تأخرت فيها جدا عشان هذه المحاضرة. فانوي عندك المصل التي اسمها السوباينيتور، من اسمها ايش تتسوي يعني؟ اكيد يعني مش راح تسوي اكستنشن، مش راح تسوي فليكشن، مش راح تسوي مش عارف ايش، اكيد راح تسوي سوباينيشن. حلو، عرفنا ايش، عرفنا الاكشن، وكنا عارفين كمان النير سبلاي، ظل بس الاورجن والانسيرشن. طيب ايش الاورجن؟ الاورجن راح تكون طالعه من يعني اكثر من مكان، من كثير كثير اماكن. عندك اول ايش طالعه من الالنا، من وين؟ من الالنا طالع اول ايش من السوباينيتور كريست والسوباينيتور فوسا اللي تبعات الالنا. تذكر في اللاب قلنا في عندنا جزئين في الالنا كان اسمهم سوباينيتور كريست والسوباينيتور فوسا، كانوا جنب بعض كثير موجودات في الالنا، فهذول اول مكان طلع منهم هذه العضله السوباينيتور. عندك مكان ثاني هالمره اسمه الهيومرس، من وين الهيومرس؟ من اللاترال ايبيكوندايل. حلو، اذا بتتذكروا الفرونت اوف لاترال ايبيكوندايل كان ايش هو؟ كان كومن اكستنسور اوريجين. طب في عندك كمان كان البوستيريور اسبيكت تبع اللاترال ايبيكوندايل كان هو الاوريجين تبع الانكونياس. طب اللاترال ايبيكوندايل بشكل عام هي راح تكون الاوريجين تبع السوباينيتور. حلو، طب عندك كمان راح تطلع من الالبو جوينت. اوكي، من وين الالبو جوينت؟ في عندنا ليجمنت في الالبو جوينت اللي هو اللاترال ليجمنت، اذا بتتذكروا راح تطلع منه. في عندك كمان ليجمنت موجود اللي هو في السوبيريور راديو النر جوينت كان اسمه الانيولار ليجمنت، كمان راح تطلع منه هذه المصل. فهذا المصل راح تطلع من مكانين ومن تو ليجمنتس، المكانين من الالنا ومن الهيومرس. من الالنا من وين؟ من السوباينيتور كريست والسوباينيتور فوسل في الالنا، من الهيومرس من لاترال ايبيكوندايل. اما التو ليجمنتس عندك اول ليجمنت لاترال ليجمنت تبع الالبو جوينت، والليجمنت الثاني اللي هو الانيولار ليجمنت. فانت شايف الاوريجنز كثير، بس لا هم يعني لو الواحد انه يرتبهم في مخه مثل هيك انه تو بليسز اند تو ليجامنتس، وانه البليسز النا وراديوس، النا على حسب الاورجن الموجود في النا فهو على اسم المصل، والاورجن تبع الهيومرس فهو لاترال ايبيكوندايل، انه مصروح ناخذ لاترال ايبيكوندايل فمش ايش جديد. والتو ليجامنتس انت الالبو جوينت باخذها فعارف اللاترال ليجامنت، وهذه اصلا اكيد المصل منطقيا راح تكون موجود يعني الى حد ما. واخر اللي قمت له الانيولار ليجمنت انه هو راح يكون موجود هان، وهي المصل شوف كيف جايه، كيف جايه بتلفلف من هان ومن هان وهيك، وهي الانيولار ليجمنت موجود هان فاكيد راح تطلع منه كمان. فهذا بالنسبه للاورجنز تبعتها. طب بالنسبه للانسيرشن، انسيرشن راح تكون في الراديوس عشان تقدر تسوي اللي هي السوباينيشن، فاكيد الانسيرشن لازم يكون في الراديوس، اكيد لازم الانسيرشن يكون موجود في الراديوس عشان تزبط حركة السوباينيشن. لأنه حركة السوباينيشن كيف هي؟ أنت عندك الراديوس وإذا تيجي تلف حوالين الألنا، الألنا راح تظلها ثابتة في مكانها مش راح تتحرك، الراديوس هي اللي راح تلف حوالين الألنا. فلهيك الانسيرشن لازم يكون في الراديوس عشان الراديوس تلف حوالين الألنا ويصير السوباينيشن. فوين راح يكون الانسيرشن؟ قلنا يعني في الراديوس. وين في الراديوس؟ في الشافت تبع الراديوس. وين بالضبط الشافت؟ في الأبر ثيرد تبع الشافت تبع الراديوس. حلو، في الشافت تبع الراديوس عندك الأبر ثيرد، هاي هنا الأبر، ها راح يكون هو الانسيرشن تبع الديس مسل واللي هي السوباينيتور في الأبر ثيرد اوف شافت اوف راديوس. حلو، حلو. النيرف سبلاي قلنا من أول هو البوستيريور انتر اوسس نيرف، والأكشن يعني مش عارف حاسه صعب جدا ألا وهو السوباينيشن اوف فور ار. فهذا كل إيش بخص السوباينيتور مسل. تمام، فلا إحنا هسه لازم نشيل هذه الأشياء، عفوا عفوا أنا خربطت، لا
لازم نشيل هذه الأشياء عشان هسه نقدر نشوف الديب جروب اللي تحت اللي هو راح يجي يهمنا كثير هسه. فعندك هاي السوبينيتور، شوف الأوريجن عندك أول إشي، هاي من هنا راح نبلش من الألنا، حلو. عندك من الألنا من هنا راح تطلع من السوبينيتور كريست والسوبينيتور فيستال، بعدين عندك من الهيمرس، من الهيمرس راح تطلع من اللترال إبيكوندايل، بعدين عندك في هنا تقريبا هان راح يكون موجود، في عندك هان ليجامنت اللي كان راح يكون اسمه اللاترال ليجامنت تبع الالبو جوينت راح تطلع منه، وفي هان ليجامنت راح يكون حوالين هذه المنطقه حوالين هان هيك اللي هو الانيولار ليجامنت كمان راح تطلع منه، راح تطلع من كل هذه الاماكن تمام. طيب هسه الانسرشن شوف وين اجت، راحت راحت مباشر للريديس، حلو راحت للريديس، سويت انسرشن في الريديس. وين في الريديس؟ في الشافت تبع الريديس. وين بالضبط في الشافت؟ فوق تحت في النص؟ لا، راح سويت وين؟ في الابر ثير تبع الشافت تبع الريديس، هي من هان لهانا تقريبا هيك، هذا هو الابر ثير اوف شافت اوف ريديس، سويت الانسيرشن في داخله. النيرف سبلاي اللي حكيناه من قبل اللي هو بستيرير انتر اوسس نيرف، فكل الديب لاير راح تاخذ من البستيرير انتر اوسس نيرف، والموشن اكيد راح يكون سباينيشن. شوف هسه كيف الالنا بتظل ثابته وال طيب دقيقه احنا بدنا ايش؟ هاي انت عندك انا هسه صار حركه البرونيشن، شوف سباينيشن، هاي الراديوس هي بتلف حوالين الالنا، شوف كيف هاي الراديوس هي راح تلف حوالين الالنا، هاي الراديوس هي بتلف حوالين الالنا، الالنا بتظلها ثابته ما بتتحرك، اما الراديوس هي اللي بتلف حوالين الالنا لانه الانسرشن صار في الراديوس، فالاورجن في الالنا وبثبتها والانسرشن في الراديوس بخليه يلف حوالين الالنا. بس باختصار هذا هو كل شيء. طبعا الريكورد لهسه ساعة و21 دقيقة، بس نشوف هنا، بس انه اذا نكمل باقي المحاضرة راح تطول كثير يعني، وضايل بس اجزاء تبعات البولجز والثمب والاكستنسور تناكلهم، ممكن ان نحكيهم يعني، يا اما ينزل ريكورد قصير لتكملتها لما الدكتورة تكملها عشان نشوف ايش ممكن تحكي عنهم، او ممكن انا في اي بداية اي محاضرة قادمة، بس عشان نكون انا ماشيين زي الدكتورة بالضبط، وما نكون يعني مسبقين عنها، ممكن تحكي اشياء مهمة بدل ما نرجع لهم بعدين. فهي عند سلايد رقم 17 كله ضرا 5 سلايدات راح نكملهم ان شاء الله، يا اما في ريكورد الحالي ينزل او بداية المحاضرة القادمة يعني، anyway ما راح تفرق ان شاء الله. فهذه كانت نهاية المحاضرة ان شاء الله، يعني انه تكونوا استفدتوا وتكونوا يعني تكون وضحت الامور فيها، مع انه المحاضرة كلها مسلس بس يعني ما اعتقد حسيتوها كثير صعبة يعني، ممكن انا شوي بتخربط بس عادية تعتبر يعني مش اشي واو. فموفقين ان شاء الله يا رب، ونرجع نذكركم كالعادة انه لا تنسونا من دعوات في هذا الشهر الفضيل، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، الله يوفقنا ويوفقكم يا رب كل ما فيه خير للبلاد وللعباد. فنراكم على خير بإذن الله في المحاضرة القادمة، تكمل شرح هذه المحاضرة والمحاضرة اللي هي الجاية تبعت يوم الخميس، فكل ظل محاضرة واحدة يعني، ممكن حتى نعطي محاضرة واحدة، فإن شاء الله. بس دمتم بكل الخير والود، ما بس يعني دمتم بكل الخير والود، والسلام عليكم.